لا ده احنا معاش الصبح. لا 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 خلاص يا عم نزل يوم يا جدعان. نزل يوم يا جدعان. احلى سمك في البحر. خد والله هو ده اللي حل اليوم. طلعنا في رحلة وادي يا ابني وداني. عايز نحذركم طبعا يا جماعة من النشرة ديت ومن الرحلة الجوية. صباحكم زي الفل، يومكم جميل بمشيئة الله. نحييكم من تحت الشبورة، معاكم طبعا اخوكم سامع الخوالقة قناة منوعات رحالة. بمشيئة الله النهاردة هنعمل لكم فيديو جديد بإذن الله في بوغاز رشيد، بس من الجنب التاني تابع لمحافظة كفر الشيخ. رحلتنا كالتالي، احنا دلوقتي لسه معدينا ابو حمص. طبعا احنا طالعين من دمنهور، رايحين ان شاء الله المعدية هنجيب الطعوم بتاعتنا. بعد كده بإذن الله هنستقبل بركة غليون ان شاء الله. بمشيئة الله هنصطاد سياسي النقط، اي حاجة هتقابلنا ان شاء الله. طعمنا هتكون دود مشرشة، وان شاء الله هنجيبه شوية جمبري حي. ربنا المستعان. معانا النهاردة طبعا التاريخ بتاعنا 7 يناير. معانا احلى عم في الدنيا، عمنا وحبيبنا واخونا عم محمد الاسمر. صباحك فل يا عم محمد. صباح الفل يا باشا. يا بخت اللب والعيال. ومعانا اخونا برضو عز. عز يا جماعه ان شاء الله رحال جديد معانا في منوعات رحاله. بمشيئه الله هيكون هو المتعهد التصوير. فلو في اي حاجه عايزكم تسيبوا له تعليق كومنت، التصويره اللي ما تعجبكمش تقولوا له عليه. معايا طبعا اخويا وصاحبي فرقه الهرم محمد فايز. صباحكم عسى. القابض ان شاء الله. واللي بيصور المقطع ده اخويا وحبيبي محمد خير ابو مريم. حد يصور اخونا محمد يا جدعان. صباح الفل يا باشا. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل. صباح الفل يا حبيبي. نهارك ابيض. نهارك ورد يا ابو مريم. انا هنصورك يعني نهارك جميل ان شاء الله يا حبيبي. صباح الفل. الشبوره يا جماعه، ربنا يغنمنا السلامه باذن الله. بعد اذنك يا ابو مريم. يا رب يا رب. اتمنى من الله يا جماعه ان شاء الله ان الفيديو بتاعنا يكون كويس. بمشيئة الله النهاردة طبعا عشان معانا ضيوف جديدة وجداد على المكان ده هنشتغل بأكتر طريقة. النهاردة بمشيئة الله هنزفر برضو بدود مشرشة. الفيديو ان شاء الله هيكون فيه معلومات اللي احنا هنعمله بإذن الله. لو في اي سمكة في المكان المفروض ان هي تطلع، الرزق بقى بتاع ربنا زي ما احنا ما بنقول دايما. الصيادين موجودة، السمك في المية، الرزق بتاع ربنا. خليكم معانا. اتفضلوا معانا يا جماعه اللقمه الطيبه ديت. شفتها معانا اهو، جبنه وفلافل وخيار وطعميه وطعميه. ابو نور وعيش. اخ عز. صباح الورد. اتفضلوا يا رجاله. اتفضلوا يا رجاله. شوفوا الحمد لله والشكر لله يا جماعه. كنا في اخر النيل، مشطنا الميه من شمال ليمين لشرق الغرب. الحمد لله على اي حال ما استفتحناش باي حاجه. للاسف الميه كانت كاشفه خالص، واحنا حتى من صدمتنا ما عرفناش نصور الميه. فقلنا نيجي هنا على كوبري المعديه نتسلى شويه قبل ما نروح، قضينا وقت لذيذ. كملوا معانا الفيديو. الفيديو حلو يا جماعه. في معلومة مهمة يا جماعة في آخر الفيديو، دي أهم حاجة في الفيديو، ودي السبب اللي أنا نزلت الفيديو عشانها. لأن المعلومة ديت كثير من الناس ما بترضاش تقول عنها بحكم إن هما بيبقوا طالعين في التجربة ديت وما بياخدوش سمك، فأنا حبيت نقولها.
فاضل الشاي. راح صباح. انت قعدت بعيد ليه كده؟ احلى حاجة في الطلعة بقى يا جماعة الرجل الطيب ده حبيبي والله هو ده اللي حل اليوم حبيبي طلعنا فريح جواني جابني ووداني ما جبتش حاجة ولا خدت سمك ولا قعدت مع عيالي حبيبي عامل ايه امال يا حبيبي والله الحمد لله ماشي الحال رجعت ابو الحاج فضل ايه يا اهو سيسه حلوه اه اي على قد سياسه على وشنا يا عم ايه سياسه سياسه حلوه اهي لا مين مصطفى عندك بقى لا ده احنا من 10 الصبح انا عندي استفتاء اه لا 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 انا اهو ورا ولا ايه ليه ورا ولا ليه اهو ورا ولا ليه ايش عاد ما زولناش بقى يا عم الحاج اعمل زوم عليه اعمل زوم عليه خلتني شيل بس افتحها باليد وارميها تاني اه سمكه ايه الحمد لله على سلامه السمكه امال بوجه ايوه يعني مش واكله كمان يعني معديه مش واكله وبلع لا والله ملطوشه كمان شوف السمكه دي يا جماعه هنعملوا فيها ايه هنرموها البحر تاني عشان تطلعها تاني لا التاني مطلع سمكه اديها له اه اديها له ايوه نصيبه لا ده مطلع سمكه ما هي ده الرزق بتاع النهارده فما ينفعش تترمي خلاص يا عم رزق اليوم يا جدعان رزق اليوم يا جدعان احلى سمكه في البحر يا خيري خضره تضحى يا خيري خضره تضحى يا خيري الله اكبر تحيه السمك في حد بيتصل عليك ازيكم يا حبايبنا عاملين ايه انا الفيديو ده طبعا انا كنت متردد اني ننزله والله بحكم يعني ان هو ما فيهوش غير سمكه واحده والتجربه فاشله ولكن في طلعات صيد احنا بنطلعها عشان ننبسط ان احنا نغير جو زي ما انتم شفتوا من شويه كده الناس اللي كانت قاعده طبعا مش كل الناس دي كانت بتاخد سمك ده زي ما اخويا محمد اسماعيل بيقول ايه ده نشاط اجتماعي المهم فانا طبعا عشان نبقى متواجد قدام حضراتكم وعشان الامانه وعشان نقدم معلومه محترمه وبكل مصداقيه عايز نحذركم طبعا يا جماعه من النشره ديت ومن الريح الجواني زي ما انتم شايفين يا جماعة النشرة دي عاملة ازاي الريح اللي انا فيه ده بيتقال عليه ريح قبلي او بيتقال عليه ريح جواني او بنقول عليه جنوبي ماشي فحذر يا جماعة من الريح اللي هو الايه الجواني ده بيبقى من ابشع الريح اللي انت ممكن تصطاد فيه تحذير طبعا لكل الصيادين احذر من الريح الجواني الريح ده يا جماعة بيبقى وحش على كل الناس صيادين البوصة صيادين التسقيط حتى مراكب الجر
الريح ده بيبقى مزعج ليه. فانت لما تلاقي نشرة زي دي راجع نفسك كذا مرة، انت حابب تطلع تغير جو ولا حابب تصطاد ومتعشم في الله تاخد سمك؟ لو حسيت ان انت عايز تاخد سمك بلاش تطلع في الريح ده. تحياتي ليكم، دي نهاية الفيديو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.